لكم نقول يا لها من أيام قضيناها برفقتكم، وكأنها وقفة مع لحظات العمر التي نسعد بها في كل ثانية وفي كل دقيقة. فلم نكن نرغب بأن تكون هذه الأيام مجرد ذكرى تنطوي من مخيلتنا نقلبها كلما أذبتنا المراجع واعتصرتنا الأحزان. لذا وقفنا على هذه المنصة نستذكرها قليلا عبارات عبارات وتخيلات إلى من أكد لنا أن المعلم ليس فقط لإعطاء الدرس، وإنما لتربية جيل مشرف كشمعة تذوب لتنير أجيالا من بعده. ها قد حان الوقت لنودعكم ونقول لكم شكرا، شكرا جزيلا لكم ولعطائكم لنا دون مقابل. فمهما كانت المسافات بعيدة فسرتكم ستظل ساكنة في قلوبنا مدى الحياة، وليس فقط بل سنحتفظ بكل الذكريات التي قضيناها معا داخل جدران مدرستنا، فقد كانت تلك أجمل الذكريات التي مرت علينا والتي ستمر. كلامكم الرائع الذي كنتم ترددونه لنا، غضبكم علينا من أجل مصلحتنا، لن ننساه ما البتة، لن ننسى أبسط تلك الكلمات والأشياء. وأخيرا نحن طلاب الصف الثاني عشر بيوتكنولوجيا نود أن نشكركم جميعا دون استثناء، ونود التوجه بشكر خاص لأمنا وصديقتنا ومربية صفنا المعلمة الفاضلة الغالية شادية معاكي. لكن نقول لن ننساك ما دمنا أحياء، ونطلب من الله عز وجل أن يديمك وأن يحفظك لكي تبقي وتعطي أجيالا من بعدنا من عطائك اللامتناهي. مساء الخير للجميع. نحن اليوم نقطف ثمارا 6 سنوات قضيناها بين أحضانك مدرستي. 6 سنوات حوت بين طياتها الكثير من الذكريات التي ستبقى خالدة في ذاكرتنا. 6 سنوات جمعت تحت كنفها جميع معاني الصداقة والمثابرة والاجتهاد. وها نحن اليوم جاهزون لتسليم الشعلة الأخيرة، معلنين نهاية المطاف. مدرستي، كيف أنساك وقد علمتني إن العلم هو سلاحي الوحيد في المستقبل؟ فكما يقول المثل، من علمني حرفا صرت له عبدا. فمهما تحدثت ومهما عبرت عن مشاعري تبقى الكلمات عاجزة عن وصف عطائكم، تضحيتكم وفضلكم علينا. والآن أستصعب النطق بكلمة الوداع، لكننا نعدكم وعدا صادقا أنا وزملائي طلاب الصف الثاني عشر 7 بأن يبقى مصباح العلم نورا وهاجا لطريقنا، وأن نتخذ من الخير دليلا لمشوارنا المستقبلي. أما أنت مربتنا الغالية، صديقتنا وأختنا وأمنا المعلمة رشف عور نصرة، فلك نشكر ونمتن ونقدر جهودك الحثيثة والتي لم تكل أو تمل يوما ما. وأما أنتم معلمينا ومربينا الداعمون دائما، لكم ننحني شكرا وتقديرا على مساعدتكم ودعمكم وثقتكم العمياء بنا في لولاكم لما كنا هنا الآن. وختمها مع مسك الختام الذي لم يجف عطر أريجه، ذلك الشخص الذي كان له الباع الطويل في نجاحنا ووقوفنا هنا أمامكم، أجل أمامكم على هذه المنصة ونحن في أوج اللحظات والتأثر والانفعال، ذلك الجندي الذي تحدى جميع الصعوبات وانتصر عليها بقوته إرادته وإصراره وطموحه، الذي غرسها بنا طباعا وتيجان نعلو بها عرش المستقبل، مديرتنا الغالية يا جوهر النفيسة، لك نبعث ألف تحية شكر وإمتان وتقدير وألف إلى اللقاء. طباعات الخريجين الملقاة على الأرض، لقد بدأت رحلتنا في الحياة. يا لهم من يوم جميل مليء بالفرح الذي لا يخلوه الحزن. هل تذكرون تلك الجملة المصرية التي تم طرحها علينا مئات المرات؟ ماذا ستصبح عندما تكبر؟ نعتقد أننا نعرف الإجابة الآن، وربما تختلف عن كل مرة، لكن أحلامنا كبرت وكبر معها علمنا. فهنالك من الشعل التي توهجت عطاء ومنحت نورا كي نضيء لكم اليوم شعلا تشع نجاحا. أهلنا، معلمينا، مربينا، وأخص بالذكر مربيتنا الغالية عبلة أندراوس، والتي ضحت وتحملت العديد من المشقات وذلك لتضمن سعادتنا. غاليتنا،
كنت لنا مثال الأم الصالحة الحامية لأولادها، فشكرا لك على عطائك ومحبتك لم تناهي. هل تذكرون تلك اللحظات الجميلة المليئة بالتعاون حيث قررنا جميعا أن نترك المدرسة ونجلس خارج نطاقها، أو تلك اللحظات التي كنا نختلسها من وراء المعلمين للأكل والهزل أو لالتقاط صورة تذكارية؟ نعم، إننا اليوم نحمل كل تلك اللحظات ونحفرها بعمق في قلوبنا، في قلوب يمتزج بها الفرح والحزن سويا. أتوقف هنا، ولكن لن أودعكم، بل أقول لكم إلى اللقاء.
مطرح ما كنا ولاد صغار في ربيع شمس جديدة نسيني يوم صرنا كبار نسيني يوم صرنا كبار مثل مدرستي الحبيبة العلم والمعرفة ما يعيننا على تشقي طريق المستقبل بثقة وتفاؤل متخذين من هذا الصرح العلم الشامخ بإدارته ومعلمينه ومعلماته نقطة انطلاق نحو الغد المشرق مديرتنا الآلية نقدر عاليا جهودك الخيرة المعطاءة التي بذلتها بكل إخلاص ووفاء ساهمت في إعلاء شأن مدرستنا المميزة حيث كنت المديرة والأمة والصديقة التي وفرت لنا سبل النجاح كلمة حب وتقدير وتحية نقدمها لمعلمتين الغاليتين مروى عاصي وهناء خور اللتين وقفتا بجانبنا طوال الوقت وكانتا لنا خير مثال لمعنى التفاني والإخلاص والعطاء في العمل فمعكما عرفنا أنه لا وجود للمستحيل ما دمنا نسعى ونحاول المعلمات والمعلمين الأفاضل أما وقد طوقتم أعناقنا بجميل عطائكم هاجئنا اليوم نلتمس منكم العذر والسماحة عن أي تقصير أو خطأ غير مقصود قد بدر منا لحظة عابرة الأهل الأعزاء نطلب من الله أن يطيل بأعماركم وأن يعيننا على رد جميلكم وأن نكون عند حسن ظنكم الإخوة الخريجين أدعوكم إلى إدامة التواصل والحرص على اللقاء متمنية لكم المزيد من التفوق والنجاح شكرا بكل حزن وشوق وألم وحنين إلى ساعات أمضيناها هنا أجل هنا في هذا المكان تدق ساعة النهاية شوقا للمستقبل وحنين لماض رائع جميل تدق ساعة النهاية وتتعالى نبضات قلوبنا معها فهنا تعرفنا على أقرب الأصدقاء وقضينا أجمل لحظات حياتنا ولكن هي متابعة الدرب الذي يعددنا له حتمت علينا الفراق ها هي الأيام تجري بنا بسرعة البرق اللامع حاملة معها ذكريات ولحظات لا تنسى ها هي الكتب تغلق والدفاتر تنتهي صفحاتها ها هو حبر أقلامنا يجف فتنتهي معه السنة الدراسية فوداعا يا رفاق هذا الدرب الطويل وداعا يا تلك الأسماء التي حفرناها على جدران المدرسة وعلى مقاعدنا وداعا لمشاكستنا الجميلة التي ستصبح أجمل ذكرى وداعا لأقلام التوش التي كتبت أيامنا وتواريخنا على ذاك اللوح وداعا يا معلماتي ومعلمي الذين أقسم على حبكم وداعا يا ذاك الصرح العظيم وداعا لآخر كلمة مديرتنا الحبيبة الغالية وداعا لكل جميل ضممته بين أجنحتك وداعا لكل صفحة بيضاء رسمت معالمها في نفوسنا لعدك أننا سنستحضرها أينما كنا وكيفما كنا صرحنا الغالي معلمين الكرام أهلنا الأفاضل والذين لم يبخلوا علينا بشيء نحن طلاب الصف الثاني عشر هندسيين لعدكم أننا على درب التفوق والتميز مضون مع ألف تحية شكر وانحناء وأخيرا وما أصعبها من كلمة عندما أتوجه لمعلمتنا ومربيتنا وأختنا الغالية المعلمة نغم شاعر وتساءل أيكفي أن أتقدم لها بجزيل الشكر والامتنان والتقدير ذلك الإنسان الذي تناسى همومه ليعيش همومنا ذلك الإنسان الذي أحسسنا بقربه منا في جميع الأوقات ذلك الإنسان الذي أنار عقولنا برفقته واستعاد فرحته من جديد في لحظة بشرت بنجاحنا معلمتنا الطيبة لك منا وعدا صادقا بحفظ ذكرياتنا سويا مهما تقلبت الأيام ومهما بعدت المسافات مرة أخرى لك منا جزيل الشكر وصلنا اليوم لنحتفل باجتياز مرحلة أخرى مهمة وفاصلة في حياتنا ومستقبلنا وصلنا لنرفع الراية الأخيرة وليختار كل منا طريقه إلى الحياة والمستقبل معلمين الكرام لكم نقول بكم تبنى أمجاد الأمم تعتقف الكلمات عاجزة عن مقدار امتناننا وشكرنا لما قدمتموه لنا طوال مسيرتنا التعليمية وبهذه المناسبة أود أن أتوجه للمديرة الفاضلة رندا آغا والتي كنت لنا أما وقلبا حنونا ونبعا من العطاء زملائي أبناء الجيل الرابع والخمسين لا يسعني سوى أن أقول لكم شكرا على هذه الأيام الجميلة كنتم وستبقون ذكرى عطرة تأبى النسيان أحبكم أحبكم لو تعرفون كم
ولا يمكنني أن أتخطى هذه المرحلة دون أن أتوجه للأهل الأعزاء الأفاضل بشكر كبير على كل ما بذلوه من أجلنا نصل إلى هذا اليوم. فمرة أخرى شكرا. المعلمة، المربية، الصديقة والأم الرائعة سيلفيا بيطار، كنت لنا أما من اللحظة الأولى في الصف العاشر إلى يومنا هذا، فلا أحد منا لم يستشعر وجود أم ثانية له في المدرسة. كنت سندا لكل شخص منا ووقفت بجانبنا في كل خطوة قمنا بها. فنحن منك لم نتعلم فقط أن نجتهد للحصول على علامات أعلى، بل تعلمنا أيضا العطاء، وأكبر دليل على ذلك مشروع بسمة الخيري. غاليتنا، كم يصعب على الإنسان أن يفارق أمه في أجمل وأصعب مرحلة في حياته، ولكن لكل شيء نهاية. حتى الشمس ستكسر القانون يوما وتشرق غربا معلنا النهاية، ولكنك فعلا تركت أثرا ثم أثرا ثم أثرا جميلا. فمرة أخرى شكرا لك. وأمالنا كانوا كتار، فكرنا الإشي رح يكون سهل وبرمشة عين كله بتسهل، بس من هالرحلة تعلمنا إنه نجد لنحقق أحلامنا. تعبنا أيام ودرسنا وليالي ما غمت جفنا لنوصل لبعض أهدافنا. دعم المعلمين للي رافقنا وثقتهم اللي زرعوها فينا، قوتنا وشجعتنا لحتى بالصخر نحتنا واجتهدنا لنجحنا وأعلى علامات جبنا. وما مننسى فضل الأهل اللي زرعوا فينا بذرة الأمل، وبتشجيعهم كانوا يسقوها وأمانينا هن كانوا يلونها. وأما أصحابنا الإشي بختلف، لأنه فيهم جمعتنا الصدف وصاروا رفقة عمرنا، سندنا ومصدر سعادتنا. أيام حلوة معهم عاشت بالقلب هالذكريات انحفرت عن هالرحلة الحكي ما بس إسا الوقت خلص، صار وقت فراقنا لمدرستنا وكل معلمين. ولازم دائما نتذكر
بعد التعب تيجي الراحة، وبعد الظلام يجي نور، وكل هاي هي بداية، نهاية هالرحلة هاي بداية لمشوارنا الجديد. برضاك يا خالقي يا ربتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك، صورت برضاك يا خالقي يا ربتي وارضاي، برضاك يا خالقي يا ربتي خلقت صوتي ويدك، صورت أعضاء لما بناجيك، لما بناجيك، لما بناجيك، لما بناجيك، ولما استمع شكوى Thank you.
افتح افتح افتح.